أطفالي بيعانوا من مرض تلاسيميا، وهذا المرض وراثي، يعني بيعانوا منه من ساعة من حديثي الولادة، يعني بنعرف هذا المرض، بنعمل له التحليل الرحلان بنعرف إذا معه تلاسيميا ولا ما معه، يعني والحمد لله أنا طلع معهم هالمرض، يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين. في أوقات نحن بنعاني من مشكلة التنقل والمجيء إلى مركز دركوش، هو الوحيد بمنطقة الجسر، يعني في 40-45 كيلومتر ما بين الجسر ودركوش، المركز الأساسي لمرض التلاسيميا هو الوحيد. صعوبة المرض يعني هذا المرض انه الطفل بس يقرب او ينزلوا لوزاته، يعني بدك تجيبه تحط له دم ما في مجال، وبس تاخرت عليه. انا عندي طفلي اسمه هديل الله يرحمه، توفت عمره 7 سنوات بهذا المرض، ولا عندي طفلين والحمد لله. بنقل الدم بحدود 20-25 يوم. ساكن بالجسر، بس بالجسر ما عندنا مركز دم، فبضطر اجي لدركوش. بحس وقت قبل انا الدم هيك فتره بحس انه بدوخ وتعب، فبحس انه بدي دم، بتصل بالمشفى وبيجي فورا. هلا مرضي يعني هو وراثي، اجي كان اجى معي من الصغر، لما كان يعني مجي صغير 3 أشهر صار معي المرض هذا، اللهم صل على النبي. بتجيني في كل فترة وفترة كرايز بالليكة بالعظم، بضل شيء بيجي أسبوع بالفرشة، بعدين بطيب، بعدين بنقول دم. يعني كل ما بتجيني كرايز بدي دم فورا، بيجي بنقول دم وبشي حالي. بنك الدم يتقسم إلى قسمين، قسم بنك دم وقسم لمرضى الثلاسيميا. بنك الدم يستقبل 350 إلى 400 متبرع شهريا، وهذا الدم نقوم برفض مشفى الرحمي ومشفى القني وأحيانا بقية المشافي يقومون بطلب الدم من هذا المركز. قسم الثلاسيميا يراجع المركز 100 إلى 120 مريض ثلاسيميا شهريا، وهؤلاء المرضى معتمدين على نقل الدم. في حال عدم توفر الدم لهؤلاء المرضى أو نقص الدم يتعرض حياتهم للخطر وأحيانا إلى الوفاة.